تواصل مستمر مشاهدينا مجتمعينا الافاضل في هذه المنافسة المميزة في هذا الصباح المميز. انطلاقة الشوط الخامس عشر لفئة الحقائق الابكار ينطلق من مسافة الكيلوين، ينطلق مع هذه الشعارات اللامعة المميزة الباحثة عن هذا الناموس والانتصار. نبدأ بعد المراكز ومع الصدارة مباشرة تتواجد بهذه الانطلاقة المميزة مع صدارة الشوط. فرق لحمد بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي مع الصدارة ينطلق والقيادة المركز الثاني شعار السناري، ضجة بقيادة حسن بن عبيد بن علي بن عبيد السناري تسلل بدوره الى المركز الاول. المركز الثالث نتابع القادمة توجيه لبريك بن عجيان بن بريك بن مجدور الغفران يصل مباشرة مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع القادمة والحاضرة هنا تتقدم شرايط علي بن جمعة من حمد بن ناجم السعيدي مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع هناك التي تسللت بدورها الى المركز الرابع، طرب لعبد الله بن حمد بن سعيد الحسن الفهيدة على المركز الرابع بن شابل. على المركز الخامس مع الطله ناصر بن راشد بن محمد بن شابل المري. هذه نتيجتنا للخمس المراكز الاولى للخمس الاسماء المميزة. نتابع شعارات كبيرة حاضرة في هذه المنافسة، ولكن السناري غادم بكل قوة في هذا التحدي الكبير، في هذا التحدي المميز مع هذه الشعارات الكبيرة. يتقدم السناري مع ضجة حسن بن عبيد بن علي بن عبيد السناري مع القيادة والريادة، ولكن القادمة في هذا التحدي توجيه بريك بن عجيان بن بريك بن مجدور الغفران يتسلل مع انطلاقته وتحدي التوجيه يوجهها نحو الصدارة في هذا التحدي الكبير. السناري مع ضجة على المركز الثاني. المركز الثالث القادمة هنا جرعة جاسم بن عبد الله بن حمد العطية، ورابعا اتابع الاسماء اتابع الشعارات اتابع المنافسة هنا الاسماء الكبيرة في هذا التحدي الكبير، ولكن توجيه واللحظات الاخيرة توجيه تقترب من ناموس هذا الشوط في هذا التحدي الكبير. ينطلق بريك بن عجيان بن بريك بن مجدور الغفران يحقق هذا الانتصار يفوز بناموس هذا الشوط. نهنيك يا بن عجيان على هذا الفوز وفوزي. توجيه تهانينا لبريك بن عجيان بن بريك بن مجدور الغفران. المركز الثاني جاءت بلشة لمحمد بن حمد بن مسفر الشهواني. المركز الثالث جرعة لجاسم بن عبد الله بن حمد العطية. المركز الرابع ضجة لحسن بن عبيد بن علي بن عبيد السناري. المركز الخامس فرق لحمد بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسة والتحدي في انطلاقة اشواط هذا الصباح. نتابع نجوم المستقبل شعارات كبيرة حاضرة لها صولات وجولات في هذا العالم الساحر متواجدة في هذه المنافسة باحثة عن انجاز مميز صباحي على ارضية ميدان الشحانية. ها هي المنافسة مع اللحظات الاخيرة، فكانت توجيه موجهة الى ناموس هذا الشوط بتوقيت زمني وغدرة 2:55 28 جزء من الثانية. تلعب ناموس بريك بن عجيان بن بريك بن مجدور الغفران على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني بلشة 2:56 88 جزء من الثانية. تهانينا مسلم محمد بن حمد بن مسفر الشواني على فوز بالشف. المركز الثالث جرعة 2:57 80 جزء من الثانية. تهاني وناموس لجاسم بن عبد الله بن حمد العطية على فوز جرعة في المركز الثالث.